الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بقرب حلول عيد الفطر المبارك. غلق تطبيق نبض بمصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عبره. مجلس الأمن يعتمد قراراً بمد مهلة البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية. أعرب عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الله أن يجعله عيدا مباركا سعيدا، وأن يعيده عليهم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأكد الفريق أول محمد زكي خلال البرقية أن رجال القوات المسلحة يجددون العهد على أن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن، حرسا للأرض والإرادة، عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطني في الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخه الحضاري العريق. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وخلال البرقية دعا وزير الداخلية أن يعيد المولى عز وجل تلك المناسبة العاطرة أعواما عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس وزراء مصطفى مدبولي. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علامة. كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، قررت وزارة الداخلية استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام. كما قررت وزارة الداخلية مد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية في إطار مبادرة كلنا واحد حتى الأول من شهر يونيو. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجاري، فقد تقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجاري، تخفيفا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها الأحداث على الساحة الدولية. وتشهد منافذ أمان وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أنواع السلع كما تتسم بجودة عالية والانتشار الكبير لمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنام.
تحتاجينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. كما تقرر بمناسبة عيد الفطر المبارك استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من شهر يونيو القادم، لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والتي تقترب من 1000 فرع. وقد حققت المبادرة نجاحا كبيرا منذ إطلاقها في تخفيض الأسعار. نحب نطمن المستهلك ان المبادره ممدوده معانا بكل الكميات، ومش عايزين الناس تقلق. احنا بنبعت رسائل طمانينه ان كل المنتجات موجوده وباسعار مناسبه، وفي بعض المنتجات بتوصل الى 60%. هو بصراحه انا كنت نازله اشتري حاجات يعني لوالدتي وللاسره عندنا، ولقيت ان في تخفيض في الاسعار كبير جدا، وفرق اسعار يعني انا لما جيت احاسب لقيت ان في فرق اسعار كبير. كل العالم فيه ارتفاع شديد في الاسعار، تيجي مبادرة زي دي في وقت زي ده بصراحة خففت كتير عن المصريين. أسعار كلها في متناول الجميع، تخفيضات 30-40%، حاجات جميلة وفي متناول الجميع. يعني بنشكر فخامة الرئيس على المبادرة دي، خففت عن الناس كتير. استفاد المواطنون من التخفيضات في شراء متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة، مع وفرة المعروض من كافة أنواع السلع والتي تتسم بجودة عالية، وهو ما أشادوا به. وبحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عنهم مهما كانت الظروف والمتغيرات التي قد تؤثر على الأسعار. هي المبادرة بصراحة جميلة، فيها خصم من 30-40%، الحاجات جميلة جدا في ظل الأسعار اللي احنا شايفينها العالمية ديت، فتعتبر حاجة كويسة جدا يعني. والله حاجة كويسة، وريت تستمر السنة كلها بحيث انها تظبط برضك السوق بره أفضل وأفضل يعني. السعر طبعا في المبادرة مختلف عن بره أكيد، يعني ألف السعر طبعا. شيء جميل جدا انك تلاقي كل حاجة في مكان واحد وتقل في السعر. ربنا يخلينا الرئيس. بنشكر سيادة الرئيس وبنشكره على المبادرة دي، ودايما حاسس بالناس. يا وجودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما. المبادرة انتشرت فعالياتها وامتدت على مستوى الجمهورية بكل المحافظات بتنسيق بين مديريات الأمن وكبار الموردين والتجار بكل محافظة، وهو ما انعكس على وفرة المعروض في السلاسل التجارية والشوادر المقامة لهذا الغرض. وقد حرصت الوزارة على توضيح عناوين السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة في المبادرة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل الوصول إليها. عطاء متجدد من مبادرة كلنا واحد، وفعالية كبيرة حققتها منذ انطلاقها نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويظهر تأثيرها واضحا في المناسبات المختلفة التي تتزامن مع إطلاقها لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مع تأكيد على استمراريتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين. لقد أسهمت مبادرة كلنا واحد في تخفيض أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بنسب كبيرة وتحقيق وفرة كبيرة في المعروض، وهو الهدف الذي من أجله أطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة برعاية رئيس الجمهورية، توفير السلع بأسعار مخفضة من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 360 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 52 طن سلع غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فقد تم ضبط أكثر من 32.5 طن. أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 19 طن دقيق مدعم وسكر تموينية. وفيما يتعلق بقضايا المخابز فتم ضبط 409 قضايا، من بينها 63 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
أعلنت الأجهزة المعنية أنه تم غلق تطبيق نبض بمصر، وذلك بعد اختراق التطبيق من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه. وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع. أعلن موقع روسيا اليوم الإخباري عن تعرضه لهجوم إلكتروني كبير، وطلب الموقع رواده بالاستمرار في متابعة الخدمات الإخبارية عبر وسائل التواصل الأخرى الخاصة بالموقع. اندلعت مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية وعدد من الفلسطينيين المعتكفين والمصلين بالمسجد الأقصى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد واعتدت على المصلين والمعتكفين المتواجدين بداخله، مما أدى إلى إصابة 42 فلسطينيا. وأضافت الوكالة الرسمية الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أعاقت عمل طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر في الأقصى. اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يمدد مهمة البعثة الأممية في ليبيا إلى 31 من يوليو المقبل. وطلب مجلس الأمن الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي أعمال تقود وقف إطلاق النار أو العملية السياسية. كذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين ممثل خاص له بليبيا يقود البعثة الأممية. أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أن هناك احتمالات كبيرة بتوقف محادثات السلام مع موسكو. وأرجع زيلينسكي ذلك لحالة الغضب الشعبي لدى الأوكرانيين بسبب ما وصفه بالفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية. وأضاف الرئيس الأوكراني أن هذه الأفعال تزيد من صعوبة استئناف المفاوضات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة جوية على كييف عالية الدقة خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعاصمة الأوكرانية. وخلال إحاطتها اليومية حول الصراع في أوكرانيا، قالت الوزارة إنها قد دمرت أسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة لقوات الجو الأوكرانية ومباني شركة أرتيوم للصواريخ والفضاء في كييف. من جانبها أعلنت أوكرانيا عن مقتل شخص في القصف الروسي الذي استهدف وسط العاصمة كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة. أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 435 مدنيا في كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة. وأضاف أن كييف لا تزال مستهدفة من قبل روسيا، وأن الهجوم بالصواريخ على المنازل المسالمة دليل على ذلك. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنه تم التخطيط لعملية إجلاء المدنيين المتحصنين في مجمع أوستفستال الصناعي الذي تحصره القوات الروسية في ماريبول في جنوب شرق أوكرانيا. هذا ويتحصن مئات الجنود والمدنيين الأوكرانيين من بينهم عشرات الأطفال في مجمع أوستفستال الضخم للصلب في ماريبول مع آخر المقاتلين الأوكرانيين في المدينة. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن السيطرة على منطقة دوناباس الواقعة شرقي أوكرانيا لا تزال الهدف العسكري الرئيس لروسيا. وأضافت الوزارة في أحدث تقييم استخباراتي لها بشأن الوضع في أوكرانيا أن منطقتي لوهانسك ودونسك اللتين تشكلان منطقة دونباس قد شهدتا قتالا عنيفا. وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أنه بسبب المقاومة الأوكرانية القوية فإن المكاسب الإقليمية الروسية محدودة وتحققت بخسائر كبيرة للقوات الروسية.
إلى ذلك صرح الرئيس الأندونيسي أنه دعا نظيره الأوكراني إلى قمة مجموعة العشرين التي يفترض أنها تعقد في نوفمبر في إندونيسيا بحضور الرئيس الروسي أيضا فلاديمير بوتين. وقال أيضا أنه دعا رئيس زيلينسكي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تسوية بعد ضغوط مارستها الدول الغربية لإبعاد روسيا عن المجموعة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. قال مسؤولون أفغان إن انفجارا قويا قد وقع في مسجد في غرب العاصمة كابول خلال صلاة الجمعة أسفر عن مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة 15. وأشهدت أفغانستان سلسلة من الهجمات على دور العبادة وأهداف مدنية خلال شهر رمضان، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الأفغان في الأسابيع الماضية في انفجارات أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن مسؤوليته عن بعضها. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، وذلك في حصيلة هي ضعف تلك المسجلة عام 2020. وفي مؤتمر صحفي أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للسامية لشؤون اللاجئين عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصا في طرق وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخصا إضافيا أو فقد أثرهم في الطرق البحرية في شمال غرب إفريقيا المؤدية إلى جزر الكناري. علقت الصين خدمات قطارات الشحن العابرة للحدود مع كوريا الشمالية، ذلك بعد مشاورات في أعقاب ظهور سلسلة من الإصابات بمرض كوفيد 19 في مدينة داندونغ الصينية الحدودية. وفي إفادة يومية حول جائحة كورونا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أنه بعد مشاورات ودية بين الجانبين قررت الصين تعليق خدمات قطارات الشحن من دوندانغ إلى سيونغ، ويشار إلى أن تعليق الخدمات جاء بعد أقل من 4 أشهر على تخفيف كوريا الشمالية إغلاق الحدود المستمر منذ أكثر من عامين لمكافحة تفشي فيروس كورونا، والذي بدأ في مطلع عام 2020. أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن باحثين رصدوا نوعاً جديداً من متحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد. ذكرت الوزارة أن المعهد القومي للأمراض المعدية حلل خلال الشهر الجاري عينة مأخوذة من شخص أظهر الفحص لحمله لفيروس كورونا بنوع جديد من أوميكرون يضم مزيجاً من طفرة BE1 طفرة BE2 الأكثر قدرة على نقل العدوى. من جانبه أكد المعهد القومي للأمراض المعدية في اليابان أن هذا أول اكتشاف للمتحور سواء في داخل اليابان أو خارجها. عقد
عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعا مع قيادات الوزارة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة، وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي يجرى تنفيذه في 52 مركز إداري في 20 محافظة لتغيير حياة 58 مليون مواطن بقرى الريف وتحسين أحوالهم المعيشية وإحداث تغيير شامل في كافة الخدمات المقدمة لهم. نظمت مؤسسة حياة كريمة حفل الإفطار الخيري بمحافظة الفيوم والجيزة، كما قامت فرق الرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة على مدار الأيام الماضية بالإعداد لإفطار ما يقرب من 2500 فرد من الأهالي في 9 محافظات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي بدءا من دفعة الصف الرابع الابتدائي هذا العام. وأوضح المركز الإعلامي استمرار سنوات الدراسة كما هي دون حذف أو تغيير، سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية. أعلنت وزارة الصحة أن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا وصل إلى 79.53 جرعة لكل 100 مواطن، ويعد هذا من المعدلات المرتفعة للتطعيمات طبقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، حيث تم صرف 81,384,156 جرعة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر. يأتي ذلك في إطار الأسبوع العالمي للتمنع في الفترة من 24 وحتى 30 من إبريل الحالي. في إطار احتفالية مئوية تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، شاركت وزيرة التعاون رنا مشاط في حفل الإفطار الذي تم تنظيمه بالعاصمة الأمريكية واشنطن. يأتي ذلك على هامش فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأكدت المشاط في كلمة لها على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم على أساس الالتزام المتبادل بتعزيز السلام والازدهار المشترك. كما التقت المشاط المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي الدكتورة آيات سليمان والمدير الإقليمي لشؤون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد بول نامبا أم، وبحث اللقاء العلاقات المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر، كما يرصد خطوات مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في إطار العلاقات الوثيقة بين المناخ والتنمية. أكد وزير البترول طارق الملا على توافر أرصدة وإمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة سعة التخزين بالمستودعات ومعامل التكرير والموانئ البترولية وانتظام برامج الاستيراد. وخلال اجتماع موسع أكد الملا على المتابعة المستمرة بشكل يومي للتأكيد على توافر المنتجات بسهولة ويسر. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى اليوم 564 شهادة صرف بإجمالي ملياري جنيه في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين. وفي بيان أشارت الوزيرة إلى أن عدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية في إطار هذه الدفعة يبلغ 683 شركة بإجمالي 2.4 مليار جنيه، مؤكدة أن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري. شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى الجمعيات الأهلية بهدف تأمين جودة التأهيل والتعليم للأطفال ضعاف السمع. وأشارت وزيرة التضامن أن هناك طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص من ذوي الهمم، لافتة إلى أن الدولة أدرجت عمليات زراعة القوقعة ضمن نظام التأمين الصحي.
نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق نيفين القباج حفل إفطار للمتعافين من متعاطي المخدرات بمنطقة بشير الخير بالإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار الدمج المجتمعي للمتعافين وفي إطار الحرص على استمرار تقديم خدمات لما بعد العلاج، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان، وذلك تنفيذا لتكلفة الرئيس السيسي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية بديلة المناطق غير الآمنة، والذي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحدائق أكتوبر وحي الضواحي ببورسعيد. وجه وزير الري محمد عبد العاطي برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطيات اللازمة خلال أيام العيد. يأتي ذلك لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، ذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين. ووجه عبد العاطي بتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع المصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية خلال أيام العيد، وتلقي أي شكاوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة، مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالية. أعلنت وزارة الأوقاف أنه يجرى تجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك، وأضافت أنه سيتم أيضا إقامة صلاة العيد بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم. ووجهت وزارة الأوقاف بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الأعداد أو الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك في إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية. تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال عددا من منافذ بيع السلع الغذائية ومستلزمات العيد لمتابعة توفرها للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تفقد معرض باب الشعرية الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير مستلزمات العيد بتخفيضات تصل لنحو 30% على جميع المعروضات. هذا وأكد محافظ القاهرة أن نشر هذه المعارض يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية. أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات للتأكد من وفرة السلع الغذائية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي ومكافحة الغش التجاري. وقالت مديرية التموين إنه تم القيام بحملات مشتركة أيضا مع مديرية الصحة والطب البيطري وشرطة مباحث التموين للمرور على المحال التجارية للرقابة على الأسعار وجودة المعروضات. من استعداد مديرية تموين البحر الأحمر لاستقبال عيد الفطر المبارك، طبعا احنا يعني ان شاء الله داخلين شهر خمسة بإذن الله، والحمد لله جميع السلع التموينية التي توزع الاسترشاد بطاقة التموينية الأرصدة كافية تماما ولا يوجد أي نقص في أي سلعة. السلع الأساسية سكر، زيت، رز، مكرونة، كله ده متوفر، والحمد لله احنا داخلين بكميات تكفي شهر خمسة وتزيد، ولا يوجد أي اختناقات في أي سلع عندنا الحمد لله. قام محافظ البحيرة هشام أمنة بافتتاح معرض العيد فرحتنا والمقام بسينما النصر الصيفي بدمنهور، ويأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس السيسي بضرورة العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار اقتصادية.
احنا افتتحنا في بعض معارض رمضان الخاصة بالسلع، أجنحة للملابس والأحذية والحاجات الخاصة بلبس العيد، وهذا المعرض معمول خصيصا طبعا لللبس والكلام ده. إن شاء الله مستمرين الفترة الجاية حتى بعد العيد في معارض الخاصة بالسلع والمعارض الخاصة بالملابس. وطبعا الأسعار هنا مخفضة أكتر من بره، أكتر من 30% زي ما انتم شايفين الأسعار. ان شاء الله بنعمل ان شعب البحيره كله يعني يتفضل يشتري من هنا، لو الاسعار غاليه عليك بره اتفضل المعرض موجود اهو. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. انتهت نشرة التاسعة ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الفطر المبارك. غلق تطبيق نبض بمصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عبره. مجلس الأمن يعتمد قراراً بمد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 شهور. انتهت نشرة التاسعة ولكن هواء التاسعة مستمر. مساء الخير يا دينا، يعني النهاردة أكيد يوم مميز، يوم جمعة نهاية الأسبوع ويكند، أكيد في تفاصيل. نهاية الأسبوع ويكند وبداية العيد وكل حاجة. أجل السنة كلها في اليومين دول. بالظبط، يعني احكي لنا تفاصيل الحلقة النهاردة، هيكون في إيه مميز؟ النهاردة سريعة جدا كعادة حلقات رمضان، بسرعة جدا، وزي ما تابعتكم في النشرة أخبار مهمة وتحديدا عن أمن المعلومات النهاردة. بكرر شكري ليكم، بشكرك أميرة وبشكرك حكمة. شكرا يا شكرا. كل فريق نشرة التاسعة، وكل سنة وأنتم بألف خير. موفقة إن شاء الله. شكرا. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.